الحمد لله أنني غضبت قبل ما يغضب الرئيس تبون تسمى حاجة مليحة باش من بعد ما يقولكش واحد بنزديرها بنزديرة أنت ياك شفت الرئيس غاضب وكذا كذا اللي وليت تنتقد في بنغرينا وتنتقد في كذا الحمد لله الحمد لله أنني كنت غاضب من أداء أحزاب حك تربح أحزاب الخرشف الكابويا وكنت غاضب وغضب شديد من الخرجات البهلوانية كرنفال في دشره هذا لي قاده الاحزاب خاصه الاراندي وبنغرينا قبل ما يغضب الرئيس لان الرئيس وحسب مصادر اعلاميه غاضب الرئيس تبون زعفان وش زعفو سي تبون هاو زعف تنوى اولا ما نشرته جريدة الخبر ونقلته طبعا جريدة لوسوار وعلق عنه صحفي في قناة نظر الاقتصادية واسمه الكساسي ولا واسمه أنا ما نعرفوش ولا ما نعرفو لكن قالوا لي بعثوا لي واحد مقطع قالوا لي علق على المهم يعني في نفس الخط لوسوار الخبر والتلفزيون علقوا بالرغم من اني البارح نتكلم قلت انه وسائل الاعلام العموميه والرسميه لم تتناول خبر او اعلان بن ولا تغطيه آه الاراندي وحزب المستقبل في ميلا وفي سطير. واعتبرت عدم اهتمام الاعلام الرسمي بخرجه بن هو اشاره واضحه على عدم رضا وقبول الرسميين في الدولة في رئاسة الجمهورية لهذا الشطحة الإعلامية اليوم تترجم هذا هذا التصور وهذا التحليل يترجم في الخرجة الواضحة لجريدة الخبر لسوار والتلفزيون حلقة حصة من حصص التلفزيون أين كان العنوان واضح الرئيس غاضب وفي المقال تقرأ ما بين الأسطر طبعا كاتب المقال هو رئيس تحرير في جريدة الخبر ورئيس تحرير اللي طبعا أنا واحد من الناس معجب بتدخلاته حتى ما نكذبش باش ما نقولش كتاباته لأنني ما نقراش بصراحة إلا مقال مثل هذا اللي يوصلني مثل الخبر هذايا اللي نقراه لكن بصراحة ما نقراش كثير الجرائد نتبع أكثر اللي آه هو جمال آه جمال بوعاتي يا أخي هذا هو جمال بوعاتي إيه جلال 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 بوعاتي اللي رئيس التحرير لكن وهذا موقفي طبعا وهذا رأيي منذ تقريبا سنتين قلت من بين أفضل الصحفيين الذين شاركوا فيما يسمى بلقاء الرئيس مع الصحافة هو هذا جلال بوعاتي ولا أعرفه يشهد الله أنني عمري ما هدرت معاه ما تلقيت معاه ما نعرفه ما هو صديقي ما نقدرش نقول صديقي ما نعرفوش لا في الجزائر ولا خارج الجزائر لكن عجبني عنده تدخلات موضوعية تاع واحد يعني صحافي واثق من نفسه ومحترف يطرح اسئلة جريئة واسئلة مفيدة للرئيس لانه الصحفي الناجح هو الذي يستفز الضيف مهما كان منصبه رئيس او يستفزه بما يخدم مصلحة البلاد مش يستفزه يقول له آآ آآ مش عارف انا تاكل خبزه في النهار يعني لازم يكون سؤال يعني اللي فيه تاكل خبزه في النهار والله تتغدى في داركم ولا تتغدى في الاسطول يعني اسئلة تافهة واش دخلني يعني ياكل في دار ولا طيب له مرته ولا طيب له بنته واش دخلني لكن أسئلة تكون أسئلة جريئة ومباشرة للضيف مهما كان سواء كرئيس جمهورية أو قائد عسكري أو والي أو وزير تكون أسئلة لتخدم صالح العام وتنور القارئ والمتابع والمشاهد هذه أمور ممتازة للصحفي أسأل أسئلة اللي تستفز تحرك الضيف تخليه يرتبك دخلوا بعضها قال سي محمد واش قدمت برنامج عطيتنا وعود سي تبون وراه الوعود واش نفذت هذا السؤال جريء قليل يطرحه قالوا الوعود تاعك سي تبون 54 وراه واش حققت عطينا نسبه حققت 20 30 وما هي هذا جلال بوعاتي بصراحه بالنسبه لي انا صحفي محاور ممتاز يطرح اسئله ممتازه النقطة الثانية أنه هذا جلال الجل... هذا جلال بوعاتي بالإضافة إلى أنه متمكن وممتاز أثبت أنه مقرب يعني كي نقول مقرب مش معناتها شيات لا مقرب معناتها فرض نفسه بأدائه وبعمل الإعلامي المهني فرض نفسه وأصبح مقرب لدوائر السلطة في رئاسة الجمهورية رئاسه الجمهوريه يستضيفه اكثر من مره وما يستضيفوش لانه عينيه زرقاء وشعره صفر يستضيفوه لانه اثبت كفاءته واثبت جدارته والحييه بالمناسبه اذا اصبح جلال بوعاتي مقرب لدوائر مهمه في السلطه خاصه في رئاسه الجمهوريه مما اتاح له الحصول على بعض المعلومات ممكن والمعطيات والسبق الصحفي اللي ما يتحصلش عليه غيره وهذا الشيء ممتاز ماهوش معنى اقرب للسلطه راهو شيات و... لا اثبت كفاءته جدارته اذا النتيجه اللي حبيت نوصل لها ان المقال الذي كتبه جلال بوعاتي مقال تحت الطلب مقال تحت الطلب طلب منه من اعلى سلطه في البلاد ممكن رئيس الجمهورية شخصيا أو مدير الإعلام على مستوى الرئاسة شخصيا اتصل به قال له جمال الرئيس راهو غاضب اكتب لنا مقال بدون ما تدخل رئيس فطريك اكتب لنا مقال ما شفناك ما شفتنا عندك الضوء الأخضر من الرئيس أنك تعبر عن غضب الرئيس وهذه نقطة ممتازة لانه واحد يقول لك ايه على رئيس ما نزلش بيان كي عاد غاضب علاش ما نزلش بيان ويقول راني غاضب وكذا لا ندخلوا في اللعبه تاع الذر الرئيس ينزل بيان يقول علاش درتوا لي انا هذيك الصوره المشوهه في ميلا وكذا طايحه خاصه وانه مقبل على حمله انتخابيه وإذا ب... ب... ترشح يعني نقول اذا ترشح لانه يعني لحد الان مانيش عارف لا يترشح حتى بربع يترشح لانني يعني ممكن ممكن ما يترشحش لكن أنا نقول في حاله ما اذا ترشح الرئيس تبون يعني ما يدخلش العيب تناس ناس رايحين معمرين القاعه وتقايطوا البندير وصفقني نشطح لك وكذا ما يجي يقول لهم ما لازمش وانما يفوتها منا ومنها قال باللي ما حدث امر غير مرحب به اذا مقال جريده الخبر الذي كتبه رئيس تحرير جلال بوعاتي مقال تحت الطلب نعم بطريقه او باخرى لا أقول أنه كتبوه له وبعثوه له لا لأنه جلال بعاتي مثل ما قلت كفاءته وما على الكتابة وعلى المحاورة أكبر ممكن من مستوى اللي راح يكتبوا أكبر نعم ما يستناش واحد يجي يكتب له لأنه هو قادر يكتب وقادر يخمم ومن خلال أسئلته إنسان متمكن ويفهمه ويا طائرة واللبيب بيبو بالاشاره يفهم له برك راس الخيط قال جلال الرئيس راهو زعفان وراه كذا قال خلاص اوكي عليا عليا انا ندبر راسي اذا جلال بوعاتي عبر عن غضب الرئيس بطريقه احترافيه ممتازه انا عجبني المقال قريته وعاودته مرتين أعجبني لاني قريت تعليقات من بينهم الزميل بالحمر اللي قريت له يقول انه نظن بالحمر اللي كتب انا كنت هذا كنت نقرا فيه والله هذا كنت نقرا فيه نظن بالحمر ايه نظن بالحمر هو اللي كتب و... 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 وكانه يعني ما عجبوش يعني وكانه ما عجبوش المقال او طبعا مش ما عجبوش يعني وكانه يقول باللي كان من المفروض الرئيس يعبر ولا كذا كذا انا عكس انا نختلف مع الزميل بالحمر نقول له لا الرئيس ما يخش العيب ما يقولش والله وراه والله استنى هيا هكذا باش منا باش نشوف نذير ايه نذير بال... اه نجيب نجيب بالحمر يقول شبح بوتفليقه والغضب الافتراضي وقريت المقال تاعو مقال في جريده الخبر عن التملق وعوده الكادر وكذا وكذا ولاحظت يعني قريت من خلال مقاله انه يقول باللي ما الرئيس غاضب علاش ما ينزلش بيان انا أقول لا اختلف معك يا سي نجيب اه مش مقبول أن الرئيس ينزل بيان باسم الرئاسه ويقول غاضب لأنه لا يخدم مصلحة الرئيس ويعتبر يعني يعني يعتبر كما يقول الناس تدخل في غير محله دوكا قادر يقول لك لا فلا لا اخويا درت مبادرة شخصية ما عجبتكش تبقى على خير علاه انا تسب فيا علاش تشتم اذا ليس من مصلحة الرئيس ان يعبر عن غضبه تجاه ما حدث بطريقة مباشرة امر لا يخدم الرئيس ولا يخدم اللعبة السياسية في البلد بل غضب الرئيس بطريقه غير مباشره اعاز لجلال بوعاتي وجلال بوعاتي كي الخبر يزيد يجي اعاز للصور قال انشروا الخبر ويزيد يجي اعاز للتلفزيون قال علقوا الخبر خلاص واش تعوز اكثر من هكا جلال بوعاتي المقرب يعني والمحبوب عند مصالح رئاسة الجمهورية يكتب مقال مهم تعاود تروح تكلم عليه لو اللي هي نفس الشيء مقربة لي صناع القرار في الرئاسه ويزيد يتكلم عليه التلفزيون الجزائري واش تحوس تحوس يخرج لك الرئيس البربوعي يقول لك خلاص باين خلاص باين اذا انا بصراحه مرتاح ل رد الرئاسه اللي هو رد غير مباشر الحمد لله مثل ما قلت انني عبرت عن غضبي اول امس وقلت واش تمسخر منزلين صوره الرئيس ومزلنا في عقليه الكادر ومنزلين لانه اساءه اساءه لرئيس الجمهوريه واساءه لما يسمى بالجزائر الجديده يعني مازال ما خرجناش من قسم الجزائر القديمه جيبوا لنا كادر عطولو عود وعطولو برنوس وكذا وشربوه القهوه ودلو فيها الشيح ودروز زوج حبات تاع سكر وخلطوا وعطوها للكادر يشربها مزلنا في العقليه تا... اللي الشعب انتفض وكفر بها لانه خروج الشعب في 2019 وخروجه عن عن عقله بل نتيجه هذه الممارسات الحقيره التافهه التي حاربناها في وقتها لانه كنا نتكلموا بنفس الاسلوب يا ناس عيب عليكم يا ناس عيب عليكم خافوا ربي رانا في 2019 رانا في 2018 انا نتكلم على في ذاك الوقت يا ناس عيب عليكم شنو ممارسات الحقيره هذه تاعكم رفعوا المستوى الشعب راه فايق بكم اللي بل راكم تبلعطو فيه على الاقل بلعطوه تبلعيط مليح كذبوا عليه كذبه اللي ممكن يعني يضحك ماشي تضربوا بكف وتقولو له اضحك على الاقل ديما ما هكذا واعطي نكته يضحك هون تيجي تجي تقول له راح نحكي لك نكته وشني وتعطيه بكف تقول له اضحك ما ما تركبش اذا بعد سنوات نعود نرجعوا نفس الممارسات الغبيه نفس الممارسات التافهة نفس الممارسات الحقيرة التي تسيء لرموز الدولة وتسيء لمؤسسات الدولة عيب لأنه مثل ما قريت في مقال جلال بوعاتي يقول أنه الرئيس عبر منذ اليوم الأول يعني منذ يعني في بداية تنصيبه الحمد لله وقال ما تسموني فخامة الرئيس سموني سيد رئيس هذه رسالة مهمة ورسالة بالغة معناتها الرئيس تبون حب يقول بلي يا جماعة لازمنا نعمل قطيعة مع الممارسات القديمة اللي هي ممارسات غبية وش هي الممارسات هي التملق فخامة الرئيس والزعيم والقائد الأعلى وكذا وكذا وهذه كل التبجيل وكذا قال خذوني منها خلونا نكون شوية يعني الرئيس تبون حب يرجع للمستوى الرئيس الراحل هو ريبو بومدين شعبوي وبسيط مع الناس وكذا ومعليش تقول لي عمي تبون بالرغم من اني انا ضد هذه كلمه عمي تبون في لقاء وش رايك يقول لك عمي تبون ما ايش رايك باخلاص ولكن افضل من تبجيل اللي كانوا دايرينه فخامه الرئيس والزعيم وكذا وكذا وكذا, وكذا ما لا تخدم شعب ثوري الجزائر شعب ثوري يحب يحب الانسان البسيط يحب الانسان الشعبوي ما يحبش هذاك البروتوكول اللي زايد عن اللزوم. رئيس تبون من خلال رسالته اللي قال فيها لا اقبل او لا احبذ كلمة فخامة الرئيس سموني سيد الرئيس فقط كانت رسالة واضحة معناتها خطونا من الكادر خطونا من تبلعيط انا اليوم نسمع في واحد المقطع وين الرئيس تبون يتكلم على التزيين العشوائي المبالغ فيه يتكلم على التزيين المبالغ فيه هذوك اللي اللي يروحوا يغرسوا السجر في اخر لحظه لانه الرئيس جاي يشدهم بالخيوط ويروحوا يسبغوا التروتوار ويروحوا يسبغوا الحيوط ويديروا لي بانو من هنا غير باش يوني فوت رئيس غير وين يشوف حمد غير وين يشوف عين حمد رئيس يسبو فايق لهم باللعب هذا وقالها قال لي بلعطوا في الرئيس بومدين وبومدين فاق لهم وقال لهم يعني راه يقول لهم ما ديروليش راني فايق بكم شيء ممتاز امر ممتاز انه رئيس فايق باللعب تاع الولات والمسؤولين ويقول لهم خطونا من البريكولاج خطونا من الكذب خدونا من الخدع إذا كان راكم لاقين بلادكم مسقمينها ودارين غارسين الشجر وساب غير التروطوارات العام مبروك عليكم اذا كان سنة دقيق الاخره هاو جا الرئيس روحوا غرسوا الورد وديروا نخله وكذا 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 هذا امر غير مقبول كرنفال هذا غير مقبول اذا كان الرئيس ما شافكمش مش هاو ربي يشوفكم عيب حرام اذا رئيس تبون فهمهم باللي راني فاهم اللعب القذر تاعكم اذا خطونا من الفخامه وخطونا من التبجيل وخطونا من الكادر وخطونا من هذا التمسخير يخرجوا البارح في ميلا ولا اول امس لو البارح داري لينا تمسخير تاع انا ما حبيتش نتكلم على هذا التيفو هذايا لاني عندي معلومات اخرى اكثر خطوره شكون اللي دار التيفو دراهم من توع من مانيش حاب نتكلم لانه عندي معلومات رجل اعمال ادى مشروع بزنس جابه له نائب في البرلمان وجاب له كوميرس مع وزاره التجاره التجاره اوتوريزاسيون لي والدنيا والدنيا التشيبه اللي باش يمدها دارها لهم تيف وشلالهم لهم الكاطو والقهوه والجدرانج بالتفاح والخوخ بالعنب والدنيا والكرنفال في الدشره يعني انا عندي معلومات ما كنتش حاب نتكلم عليها ومانيش حاب نتكلم عليها لانها معلومات تافهه ومصالح الامن على بالهم على بالهم الصوره ذيك تاع تبون اللي داروا هذيك الكرنفال هذيك اللي ما تشبه لوالو ما تشبه لاي تشبه لاي حاجه الا تبون مصالح الامن على بالهم شكون اللي دارها وبدراهم واش دارها ومقابل واش دارها وشكون اللي قال له ديرها وعلاش في ميلا وعلاه منذر وعلاه دار داروها في بلاد منذر النائب منذر اللي هذا من هذا جاي هذا منذر هذايا بالرغم من اني انتقدته وانا ما عنديش مشكل معاه شخصي منذر بودن هذايا نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني انا انتقدته خاطر كيما كما كان رئيس واحد اللجنه اللي فيها اسرائيليين في البحرين ظن ولا قلت له يا منذر يا منذر ترك مراهق سياسي روح السياسه بالعقل منذر انا بالنسبه لي كي نشوفو نعتبره مراهق سياسي ما يفهمش السياسه دخيل جديد في الاراندي اصبح تسلق اصبح مسؤول كبير في الاراندي ونائب رئيس مسجد الشعب الوطني وكذا, وكذا 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 لكن في الممارسه السياسيه صفر ما يعرفش البوليتيك تاع السياسه لانه كاين السياسه وكاين البوليتيك تاع السياسه تبوتيك البوليتيك تاع السياسه هو الاهم هو الاصعب هو الاخطر اما السياسه كاع يمارسوا السياسه كاع يمارسوا السياسه الناس كل تمارس السياسه سبيسيفيك يمارس السياسه ونكازي سير يمارس السياسه وجنيفي يمارس السياسه واسمو هذاك اللي كان مترشح مهدي غاني والناس قلت تمارس السياسه بصح اللي يمارس البوليتيك تاع السياسه قليل يعد على الاصابع اللي يمارسوا البوليتيك تاع السياسه دوكا تجيب لي واحد يمارس البوليتيك تاع السياسه في دي مع واحد كيما هذا يا مصطفى يا حي مسكين خطير يحيى هذا مسكين يعني ثاني تاع زاوية إمام مش تاع سياسة ما خاطيه لهذا السبب اللي يقدر يلعب به واحد كيما بو منذر بودن منذر بودن يلعب بيحيى هذا لأنه الآخر غير غي مش قادر أنا بالنسبة لي عن مباشر نقول له يحب يزعف يضرب راسه على الحيط ما باش قسامكم كاع ما على بالي حتى بقسام واحد مصطفى يحيى هذا أساس براكة ماهوش أمين عام لحزب الأرندي لا هو ولا اللي قبلو زيتوني حتى زيتوني لا يصلح يا دي دين السماء اللي ضحاو من اجله زعماء اللي بنوا زعماء ابداها من بن حمودة الله يرحمه وارواح لانه الحزب الاراندي هو فكره بن حمودة الله يرحمه ولما مات تاجل المشروع الى 1997 97 الحزب اللي داروه دمادم في منظمة المجاهدين وما أدراك من منظمة المجاهدين مع منظمة أبناء الشهداء اللي كانت منظمة أبناء الشهداء أيام بن بعيب وغيره مع منظمة المجاه... أبناء المجاهدين اللي كانت منظمة أبناء المجاهدين خلف مبارك ومن معه من كما يقولوا ديناصورات التنظيم مع الكشافة الإسلامية وما أدراك من الكشافة الإسلامية اللي كان ثاني في ديناصورات مع اتحاد النساء اللي كانت مع اتحاد الفلاحين مع منظمات جماهيرية اللي اسسوا الأراندي بقيادة المرحوم محمد بتشين لأنه اللي كان الزعيم الروحي للأراندي هو محمد بتشين نعم اللي ما على بالوش يعرف درك اللي أسس الأراندي المؤسس الحقيقي للأراندي هو بن حمود العرن ثم الفكرة بعد اغتيال المرحوم بن حمودة توقفت لكن الذي اعاد فكره الاراندي التجمع الوطني الديمقراطي اللي هو أص... يعني في ذاك الوقت كان بديل على الأفلا لان الافلان دخل في كولوار شويه ماهوش مليح تاع سنتيجيديو نتاع مع ما يسموه تيجاني هدام ومع الجماعه اذا كان لابد من تاسيس تجمع الوطني الديمقراطي الاراندي الاب الروحي بعد بن حموده هو المرحوم بتشين محمد بتشين هو اللي اسس الاراندي نعم اللي كان مستشار خاص للرئيس لمين زروال ومستشار سياسي ويعني المستشار الاول هو اللي اسس لرندي نعم طبعا بقياده على راسها المرحوم عبد القادر بن صالح احمد او بن بعيبش أه، بوعلام بوزيدي الله يرحمه أه، مالكي الله يرحمه أه، وكثير من القيادات قيادات كبيره الدور الدائره تطيل الطايله وتحمل القايله كما قال القنايه تاع القنايه ونعود ونرجع نلقاو بودن مراهق سياسي يشوه صوره الحزب يشوه نعم اهانه بودن الى راه يسمع فيا يقولو راك راك ذبحت لها راسها تاع دين الحلوب الحلوف تضحيات تاع رجال دوله يا دين السماء جيت تلعب بها انت حتى ان يخرج عليك جمال جلال بوعاتي يسبك ويهينك باسم رئيس الجمهوريه خلطوش جلال بوعاتي راهو شاد الكرافاج بولحيه هذاك تاع الكرافاج بولحيه راهي سلسله بزديري غير يخلط شاد هذاك الصوت هذاك تاع الاخر راهو قاعد شاد بودن ويعطيه على الترام هاك شطراك 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 راهو قاعد يكسل فيه لانه المقال جلد جلد لبودن بودن راهو جلدو فسخو فسخو باسم رئيس الجمهوريه لانه هذا المقال راهو تحت كما يقول الناس بإعاز من رئاسة الجمهورية جلال بوعاتي راهو شاد هذاك الصوت هذاك راهو داخل على على وسموه على منذر بودن شترك شترك ومن خلاله على مصطفى يحيى معناتها يا الاراندي راكم خريتوا فيها راكم رونتوا جد الحلوف إهانة بالغة أنا نتكلم غيرة وحرقة على جهاز الأراندي لأسوه زعماء اللي من اجل ابطال رجال دوله اللي ضحاو نعم لان عدد كبير من مؤسسي الاراندي كانوا في المقاومه كانوا دي باتريوت كانوا مقاومين وماتوا في مكافحه الارهاب لانه عدد كبير من المندوبين البلديين ديليغي اللي ديلي كانوا لداك اللي في ضحاو ماتوا في محاربه الارهاب وكانوا من مؤسسي الاراندي ساهموا في إنقاذ الجمهورية ساهموا في حماية الدولة بعد كي يجي منذر يروح يشوف لي رجل أعمال فاسد في ميلا بزناسي يعطي له شكارة يروح يروحوا يدرون صورة تشوه صورة رئيس الجمهورية وتشوه الأراندي وتشوه المشهد السياسي وتعكر العرس الانتخابي الرئيس تخلق ها يا سيدي اعاز الجلال الجلال بوعاتي قال كتبنا مقال قول ما حبسونا هذا الكرنفال تاع قسامكم هي حبسونا التماسكر رسالة واضحة حبسونا هذا الكرنفال مش يا الزحية تبون مازال ما علاش الترشح تاعو واحد خارج له مش عارف انايا في بيان رسمي ادعوك للترشح باسم الجبل الاسلامي للانقاذ نعم انا راني نتكلم في كلام انا مسؤول عنه ترشيح تبون باسم البناء هو ترشيح باسم الجبهه الاسلاميه الانقاذ اذا قبل الرئيس تبون ان يترشح باسم البناء فهو قابل ترشح باسم الفيس ويعين مدير الحمله الانتخابيه نتاعو يعين علي بالحاج اذا قبل تبون انه يترشح باسم البناء يعين علي بالحاج مدير الحمله الانتخابيه ما يعين الشرفي آه شرفه ولا كيفاش لانه المعلومات إن اللي عندي راح يعين وزير الفلاحه شرفه هو اللي راح يعينه مدير الحمله ونقول لا خطيك ما تعين لا شرفه لا العريبي لا حتى واحد ما تعينش واحد مش بعيد من جماعه تعرفهم العريبي وزير السكن ولا شرفه اصحاء اللي تعرفهم يعني مقربين لك خطيك منهم عين علي بالحاج وتدي انتخابات فوز وزيد خرج جماعه اللي راهم في السجن الثاني الزاويه ولا خرج مدير الحمله الانتخابيه خرج حجر ودير مدير الحمله الانتخابيه في المديه وخرج الزاوي يدير مدير الحمله تاعك في الجلفه لانه يعني مش جلفه هو وسطات كنبي هي وراها المشكل هي قبلت تترشح باسم بن جرينا. خلاص وعين خو بن جرينا. امين العام تاع وزاره الصيد البحري عينو مدير الحمله الانتخابيه تاعك في ورقله وسطات كنبي فرقونا السوق وخلو قسمنا الواحد يروح ي... ي... كيما يقول لك الناس يروح يدير سهره حمراء وروح يدير شوك تسمى فراشه على... من الفراشات وروح يزع على رو. بالمناسبه على قضيه فرش انا نزلت نزل صور واحدة انا راني زاهي في باري نزل صوره ولا نزل فيديو يروحوا ولاد تماتهم هذو وليد من لوكا قال لهم شغل حصريا بنزديره سهره يا أبغى انا نزلتها انا نزلتها في تيك توك هاي وين متفرجينها وقالوا واحد 100 الف ولا اكثر انا اللي نزلها في تيك توك هاي عندي بقصرة انا قاعد سهران نفحت لي زيد سربيه مول البار هاي وش حرام هاي انا نزلتها في تيك توك تاعي يعني اللي يشوفها يقول لك اه وليد ملوكا دخل بن وش وجبدلو مصارلو ها هو لا لا بن انا نشرتها انا, أنا نشر انا زهواني انا مش امام تاع جامع هي اللي قال بلي زديره امام المسجد الاعظم راه يكذب عليكم انا انسان فحشوش زهواني تاع هراشات تاع قال هنا وروح لهيه وتاع كذا شحال شحال متفرجين وثمانية 128 الف فيديو اللي درتو انا نزلت تفرجوه 128 الف تيك توك يعني راهو شايع عنده الثيم الاربع ايام اللي نزلته من نهار اللي سهرتش من نهار يا ربي قال والله ماني عارف نهار الاثنين في الليل ليه؟ ايه لا لا قلت الاثنين في الليل أنا الجمعه في الليل ايه الجمعه في الليل رحت سهرت تعشيت برا وسهرت مع احبابي وصحابي وكذا ونفحت لي نزلت الفيديو هو شافوا البارح والله مش عارف اختي شافوا الحد ولا اليوم الاثنين ولا الاثنين البارح ولا اليوم شافوا شغل حاجه اليوم الاثنين راني أنا قلت له يا ودي تلفتوا يوم الاثنين 27 هني غلطت انا 27 الاثنين يروح هو ينزلها يقول لهم بلي بن زديره هي شغل معناتها بن كان يكذب عليكم قال لكم انا راني مفتي الديار مفتي الجمهوريه ومن بعد صهران سهران في في كوان هكذا مظلم لا بن زديره بربوحي بكري فيها طاي طاي نعود نرجعوا للار ان وجمعت ميلا وجمعت بودن اسمعوا النصيحه اسمعوا النصيحه خلوا قيمتكم وخلوا قدركم عالي لأنه هذا البيان اللي هو بيان من رئيس الجمهورية غير مباشر لأنه ما قال الخبر هو بيان غير رسمي اللي مش فاهم هذا الكلام يروح يدفن روحه أنا أقول هذا الكلام للسياسيين اللي راه فاهم بلي هذه مبادرة شخصية من عند رئيس التحرير في الخبر راه نشرها يعني يعبر عن رأيه ولا رأي الخبر نقول لك غلط هذا راه بيان غير رسمي من رئاسة الجمهورية رئيس الجمهورية شخصيا أو شخصياً وبكل سجاعة هو اللي أوعز لجلال بوعاتي أنه ينشر ما نشر قال له إيه أنشر على لسا على أنا على ضمانتي وبس ما تقولش انا قلت لك دير روحك مانيش أنا اللي قلت لك وأنت روح أهدر وجلدهم كاع سبلهم لهم كاع جدهم العلوب بالحلوب من طرف طرف قول لهم حبسونا ذي الكرنفال رئيس تبون جاتو عيب باش ينزل بيان رسمي باسم رئاسه الجمهوريه رسلوا الجلال بوعاتي وقال انشط اذا ما كنتمش فاهمين هذه الرساله نقول لكم روحوا عاودوا اقراوا في روضه الاطفال البوليتيك تاع السياسه كارثه كارثه لانه فضيحه قلنا لكم عيب عليكم حبسونا لنا هذا الكرنفال تاعكم هذا تاع صوره الرئيس وحمار الرئيس وعود الرئيس وكاد الرئيس حبسونا الكرنفال